كشري تحرير مولعها، وسيد حنفي على أبو قديمه، وبابا عبده ملك المكرونة بالكبدة، وأبو طارق صاحب المجال. أغنى 5 محلات كشري في مصر. الأول أبو طارق، اسمه الحقيقي يوسف زكي شريف، وحكايته بدأت لما أبو يوسف ورث مهنة الكشري عن أبوه، فقرر يعمل عربية على قده في الشارع. وبالصدفة يوسف طلع بيحب يقف معاه على العربية، وكان بيهرب من المدرسة كل يوم عشان يقف معاه ويبيع، وحب المهنة جدا. ولما وصل 14 سنة أبو يوسف يموت، ومن حظه السيء إنه كان أكبر إخواته، فقرر يشتغل على العربية من صغره، وكان ينزل من الصبح يلف بالعربية بتاعته في كل حتة في مصر عشان يبيع كل الكمية اللي معاه. وفي الوقت ده الكشري كان بيتباع في قراطيس، لكن يوسف كان موهوب في المهنة وفكر إنه يطورها ويعمل حاجة مختلفة، فكان أول واحد يعمل الكشري في كيس، وبقى ترند بمفهوم زمان، وبقت الناس تجيله من محافظات مصر كلها. لكن لما اكتشف ان الكشري بيبوظ من الاكياس في السفر، طور الموضوع اكتر وخلاه يكون في علبة عشان يبقى اول واحد عمل الكشري في العلب والكل يمشي وراه. ويوسف كان عاوز يكبر العربية، فقرر انه يشتري محل، وهنا لقى قهوة صاحبة عارضها للبيع، فقرر يشتريها بالقسط، وعمل اول محل ليه في شارع شامبليون في وسط البلد، وفضل يبني ويكبر في المحل لحد ما وصل ل5 ادوار، ومحل ورا محل، لحد ما ابو طارق بقى عنده سلسلة محلات وبقى ملك الكشري في مصر. ويجي ابنه طارق ويكمل المسيرة ويكبر المحلات ويفتح اكتر من 4 فروع في مصر، وفرع في السعودية وفرع في الامارات. وعلبة الكشري عند ابو طارق بتبدأ من 25 جنيه لحد 180 جنيه، ولو هتحلي فام علي عنده ب35 جنيه، والرز بلبن ب27، وبيعمل مبيعات في اليوم حوالي 250,000 جنيه. التاني المعلم سيد حنفي، احلى واطعم كشري في مصر. بدأ سنة 1952 هو وزوجته على عربية في الشارع، وكان معاهم جارهم عم محمود وش الخير عليهم، واللي كان واقف جنب المعلم سيد كتف بكتف، لحد ما العربية كبرت وبقت محل مشهور، وفضلوا مع بعض لحد ما المحل بقوا 2 و3، لغاية ما وصلوا لأكتر من 10 فروع في مصر. عشان يجي بعدها المهندس هشام سيد حنفي ابنه ويستلم الراية من أبوه ويكبر المحلات، وسلسلة المطاعم تبقى 20 مطعم في معظم المحافظات. هشام حنفي بيقول، احنا لسه محتفظين بالعربية بتاعت والدي لحد دلوقتي، وكمان عملناها محل وشغالة ومش واقفة، وعم محمود لسه شغال معانا وبيجي يبص كل فترة على المحلات ويتابع الشغل. وكمل كلامه وقال، محمد صلاح بينزل من الطيارة على كشري سيد حنفي، وبياكل الكشري أول ما يجي مصر من عندنا، وأصغر علبة كشري عند سيد ب20 جنيه، والكبيرة ب48 جنيه، ومحل سيد حنفي بيعمل في اليوم مبيعات حوالي 200,000 جنيه. التالت كشري التحرير، كشري الأغنية، وده بقى مملوك لشركة اسمها السعيد لإدارة المطاعم، ورئيسها اسمه الحاج عماد السعيد، وقدر في وقت قصير جدا انه يعمل اسم الكشري التحرير ويبقى براند كبير، وبيستهدف طبقة معينة من الناس وهي طبقة الأغنية، والهدف منها انه كان عاوز يقول ان الكشري مش أكلة الفقراء لكن للشعب كله. ويبدأ يكبر في سلسلة المحلات لحد ما فتح 38 فرع في جميع المحافظات على مستوى مصر. ومش بس كده، ده كمان فتح فروع في الدول العربية، ده غير الفرع بتاع لندن، ومن هنا بقى من أشهر محلات الكشري في العالم كله. والمسؤول الحقيقي عن كل النجاح ده هو مدير الشركة حازم عفيفي، وده كان السبب الأول في نجاح كشري التحرير وتطويره عشان يكون منافس شرس لمحلات الكشري في مصر. وطبعا كشري التحرير معروف بأسعاره، وأصغر علبة عنده بتبدأ من 32 جنيه، ولو حبيت تزود شوية صلصة على تقلية ممكن تقفل ال50 جنيه. وفروع المحل على مستوى مصر اللهم لا حسد بتبيع أكتر من 1,000,000 جنيه في اليوم. الرابع كشري الخديوي، وصاحبه محمد عبد الحميد جمعة وهشام والحاج طارق، ودول بقى ورثوا الشغلانة أبا عن جد من المرحوم أبوهم، وقالوا إنهم أول حد يفتح محل كشري في شبرا الخيمة سنة 94، وصيتهم سمع، والفضل الأول والأخير يرجع للأسرة من الأب والأم، ومن بعدها الأولاد اللي كبروا المحل وفتحوا 10 فروع في مصر. وبيحكي محمد وبيقول إن الناس بتيجي الكشري الخديوي من كل حتة في مصر، وإنهم مصنفين من أحسن 3 محلات في البلد، وبيجي عندهم يوميا مشاهير كتير زي لعيبة الكورة والفنانين والمذيعين،
وعلى عكس الناس بيقول ان وقت الكورونا كان من افضل الاوقات اللي عدت عليه، لانه من بعد ما وقف شغل قدر يجدد الفروع ويعمل اعادة تدوير للمكان، وقدر يفتح 3 فروع في وقت واحد وكلهم ضربوا مع بعض، والكل كان بيتكلم على حلاوة ونظافة كشري الخديوي. والخديوي متوسط العلبة عنده حوالي 30 جنيه وعنده 10 فروع، ولو جاله 500 زبون كل يوم في المحل هيعمل في اليوم بس 150,000 جنيه. أما الخامس فهو بابا عبده ملك المكرونة بالكبدة في مصر، وحكايته بدأت سنة 1962 لما الشاب سعد قرر يفتح عربية مكرونة في الشارع، وكان بيعمل نوعين بس، مكرونة بالصلصة ومكرونة بشاميل، ولما حب يسيع أكتر اخترع فكرة سندوتشات المكرونة، واللي كانت فكرة مترقعة جدا وقتها، وكان بيبيع شقة المكرونة بقرش، وسمى العربية باسم مكرونة سعد المدهش، ومن حبه في العربية وأمنيته إنها تكبر، خلى ابنه عبده ينزل يشتغل معاه على العربية وشربه الصنعة، وبقى معلم في الشغلانة. وتيجي سنة 75 والحاج سعد يقابل وجه كريم ويكمل المسيرة من بعده ابنه عبده، واللي فضل يشتغل على العربية لحد أول ما مسك فلوس كويسة جدد العربية من خشب لستانلس وغير الاسم وخلاه عربية بابا عبده. وسنة 95 كانت بدايته الحقيقية لما العربية اتعرفت وبقى ليها زبونها والناس بتجيلها من كل مكان، وفضل بابا عبده شغال ويحط القرش على القرش لحد ما فتح محل في نفس مكان العربية، وفي يوم يجي يفتح جنبه عربية كبدة، والناس كانت تروح تشتري من بابا عبده المكرونة وتروح على صاحب عربية الكبدة تجيب منها وتحط على بعض لحد ما الزبون يتعب ويدخل المستشفى بعد الميكس ده. وطبعا الشرطة فتحت تحقيق في الموضوع وقرروا يكشفوا على صحة الأكل، ولأن بابا عبده كان عنده خط إنتاج مكرونة لوحده فاكتشفوا إن السبب كان من عربية الكبدة. ومن هنا بابا عبده علق ورقة على المحل وكتب عليها ممنوع الأكل من الخارج، لكن الناس كانت متضايقة لأنها كانت عايزة الميكس ده على طول، فمن هنا جات له الفكرة، فبقى يعمل مكرونة بالكبدة والصدق، وزود في المنيو كمان صنف الكشري عشان اللي ملوش في المكرونة، وبقى أشهر محل مكرونة في وسط البلد ومصر كلها بتجيله، وفي أي وقت هتروح له هتلاقي زحمة عينك ما تجيبش آخرها، وبيعمل في اليوم أكتر من 100,000 جنيه، وربنا يزيد ويبارك ويكرم الناس كلها. انتم بقى قولوا لنا ايه أكتر محل بتحبوا الكشري بتاعه؟